نحن بزمن الصوم بعدنا قطعنا بنعمة الرب أول ثلاث أسابيع، وهلا عنا أسبوعين جمعتين ورا بعضهم بسمون أسبوعي العجائب. يعني الكنيسة بتحط لنا كل يوم أعجوبة أو أكثر من اللي عملهم ربنا يسوع المسيح. إنما مش ممكن تقدر الكنيسة تحط كل الأعجيب اللي عملها ربنا، ولا ممكن. حتى يوحنا الإنجيلي الحبيب قال بآخر كتابه إنه لو بدنا نكتب كل شيء عمله ربنا يسوع المسيح لكانت كل كتب الأرض ما بتساع، أو بالأحرى الكتب اللي بتنكتب الأرض ما بتساع. هيدا ربنا اللي ما له حدود، وهيدا ربنا اللي عمله مع الناس وقت اللي كان على الأرض بعده عايش عم يمشي ويبشر الناس ويشفيهم، شو عمل من أعمال الخير ومن الأعاجيب. ومع الأسف الإنسان بعده ما بوقتها حكم على ربنا بالموت، وبعدنا لليوم يا منطلب أعجوبة أو منطلب شيء من ربنا أو أصلاً ما منآمن فيه. موضوع الأعجوبة كتير مهم، كتير مهم. ليش؟ أولاً ربنا ما بيعمل أعجوبة معجزة كرمال المعجزة أو الأعجوبة. يعني حتى لو كان بده يشفي إنسان الأعجوبة ما بيعملها لأنه حابب يعملها أبداً. في هدف من وراها، في رسالة من ورا كل أعجوبة بتتم بتصير، في رسالة. أول رسالة وأهم رسالة هي إيمان الإنسان، إنه الإنسان يؤمن بالله. وهي الأعجوبة بتأكد إنه ربنا موجود، ربنا موجود. مش الأعجوبة الهدف أبدا، مش شفاء الإنسان الهدف، الهدف روح الإنسان، نفس الإنسان ترجع لربها، ترتد عن الخطية، توعى أنه في الله، توعى أنه في رب موجود بده هالروح، بده هالنفس، بحب الإنسان وعم دايماً عم بيذكره أنه هو موجود. هيدا ربنا الإله القادر اللي بيخلق من جديد، حتى بالأعجوبة بيرجع بيخلق الإنسان وبيخلق الناس اللي حوالي بالروح بالإيمان حتى نآمن فيه. ومع الأسف بس ربنا يعمل شيء أعجوبة مع الناس نحن بننبسط بالأعجوبة، منبلش نحكي عن الأعجوبة، منتسلى بالأعجوبة، منروح منخبر عن الأعجوبة، ومننسى الله اللي عمل الأعجوبة. ببلش الاستعراض، أنا كنت بعرفه للشخص اللي عمل ربنا معه أعجوبة، بعرف واحد كان عنده مرة وشافه إجا خبرني وأنا سمعته وبصدق، وبلش خبر عن الأعجوبة شوي شو صار معي أنا. ومرة أنا كنت بالزمان وصار معي نسينا لربنا لعمل الأعجوبة. هدف الأعجوبة مش للاستعراض ونتسلى فيها. مربولط شو بيقول؟ مطرح ما بتكتر الخطية بتفيض النعمة، مطرح ما بتكتر الخطية بتفيض النعمة. ليه؟ لأنه الناس بتبعد عن الله بذكرها ربنا أنا موجود، رجعوا أنتوا أولادي بحبكم كتير، ما تبعدوا عني، ارجعوا. وهي الأعجوبة هي رسالة، ومش دايما الأعجوبة هي شفاء إنسان مريض أو غيره. في كتير أعجيب عم تحصل كل يوم معنا بارتداد ناس وشفائهم روحيا. ليش عم بتشوفوا ناس بتقولوا سبحانك يا الله الإنسان وان كان وان صار، رجع للكنيسة، رجع الإيمان، رجع للالتزام. هي أعجوبة، هي الأعجوبة المطلوبة، مش الجسد. الجسد ربنا ما بيهمه منه، هو بذاته سلم جسده للموت، ما سأل عن الجسد اللي أخده، استعمل جسده لخلاص الروح إلنا مش إله، هو مش بحاجة. فإذا الأعجوبة، أهم أعجوبة عند ربنا هي روحنا تشفى ونرجع لإله. هالآية وصل يسوع وتلاميذه إلى بيت سيطة وجابوا له أعمى الناس. هالجملة أو هالآية بتفهمنا دور المؤمنين، نحن الناس الخدام، أنا وإنتو، شو دورنا مع الإنسان تجاه ربنا؟ شو دورنا؟ دورنا أنه نساعد الناس والنفوس الضعيفة والأشخاص الضعفاء العميان بالروح البعيد عن الله، دورنا كلنا أنا وياكم نساعدهم للتوبة والتغيير. عم بتقول هالآية وقت اللي وصل يسوع على بيت صيدا
الناس جابوا له الأعمى، مش الأعمى أجا وحده ما بيعرف يمشي وحده، يعني الضعيف الخاطئ البعيد ما حيجي وحده على الكنيسة من جديد، أنا وياكم بدنا نساعده، أنا وأنتوا بدنا نساعده. هيدي مهمة كل واحد منا، رسالة كل واحد منا أنه نساعد شخص بعيد حتى يقرب، بالقول والفعل والشهادة بأعمالنا قدامه والصلاة لإله، من دون ما نتعب، من دون ما نكل، من دون ملل نصلي، ولو شو ما صار نضل وراه. كل واحد منا راعي صالح، الراعي الصالح شو بيقول عنه يسوع؟ بيترك 99 خروف وبيروح يفتش على الضايع، وقت اللي بيلاقيه بيحمله بيجي بفرح، والسماء والأرض بتفرح بكل توبة خاطئ، وكل مرة بتساهمه وبتساعده إنسان بعيد يرجع. أنتوا لكم أجر عظيم بالسماء، لأن السماء والأرض بتفرح بالإنسان الخاطئ وبيرجع. هذا دورنا إنه نجيب هالإنسان، وبعد ما نجيبه نحنا ونسعى إنه يجي ويجي معنا، بدأ موافقته طبعا للإنسان، بيجي الدور الأهم للرب يسوع ونعمة الروح القدس بتغيير هالإنسان. أهل الضيعة، أهل القرية جابوا الأعمى، وربنا أخذوا مسكوا بإيده، مسكوا وأخذوا لبرات الضيعة. هيك بيقول الإنجيل، مسكوا وأخرجوا من الضيعة وصارت المعجزة. وهي الأعجوبة الكبرى أخوتي، وقت الإنسان منجيبه وربنا بيمسكه وبيلتزم. ناس جابوا الأعمى ولما وصلوا لعند يسوع مسكوا بإيده وطلعوا برات الضيعة. هيدا عمل الرب ونعمته بهيدا الأعمى. والأعمى ممكن يمثل أي شخص منا أنا وأنتو بوقت من الأوقات، إنسان ضعيف بيضعف في بعض الأوقات، بيبعد، إنسان بيوقع بخطية، إنسان روحه صارت بعيدة شوي. هذا الإنسان الأعمى بده مين يجيبه، بده مين يجيبه. تذكروا كتير مليح الكلام أخوتي، ربنا الإنسان غالي على قلبه، ونحن إذا ماشيين مع ربنا لازم كل إنسان يكون غالي على قلبنا، مش نحقد ونكره ونحصد ونبغض وما بعرف وندين ونحكم. لا، مش إلنا، مش إلنا. تتذكروا نحن ملح الأرض ونوره، نحن ملح الأرض ونوره، نحن المنساعد يسوع المسيح، نحن شبه يسوع المسيح، نحن إيده ليسوع المسيح يلي بتجيب الإنسان ليسوع المسيح، ولا مرة نكون غير هيك. حتى تبقى نوع قوة ربنا ونعمته فينا، بدنا نحن بالدرجة الأولى نبعد عن ماضينا، نبعد عن شيء من ماضينا أو عن شيء بحياتنا، أو بدنا نبعد عن حدا بحياتنا. إذا كنا بوقت من الأوقات عم نوقع بالخطية وحدا عم بيوقعنا بالخطية وبيخدنا للخطية، رفاق، إدمان، زنا، غيره، وقت اللي بيلمسنا الرب يسوع وبيطلعنا من اللي نحنا فيه، مثل ما قلت لكم هيدي الولادة جديدة، بس نحنا بس نحس بيسوع المسيح صار الدور إلنا تنعمة الرب تشتغل فينا. نحنا النعمة ما بتشتغل وحدها، بدنا نحنا قصدنا قوتنا ورأينا وفكرنا وحياتنا تشتغل والنعمة بتشتغل فينا. إيد بعض الناس أخوتي، إيد بعض البشر ما بتقود دايماً، ما بتسوق الناس دايماً للمطارح الصالحة. وهذا تنبيه لقلنا كلنا، حتى ما نسلم إيدنا لإنسان بعيد، ما نسلم إيدنا لإنسان خاطئ، لأنه مكون عم نسلم إيدنا بنفس الوقت للشيطان، لوين بيخدنا الشيطان، ومننجر وراء الشهوات والملذات تبعنا اللي بتخدعنا، اللي بتخدعنا. الشيطان، الشيطان الحقيقي ما بيقدر يفرض على الإنسان شيء أبدا، ما بيقدر يفرض علينا أنا وياكم أبدا. شو بيعمل الشيطان؟ بيعرض قدامنا هالأمور الخداعة اللي بتغرينا وبيخدعنا ونحن مننجر، بس هو ما في يفرض علينا شيء أبدا، نحن منختار، يا منختار نمشي مع ربنا يا مع الشيطان. الشيطان بيغرينا بأشياء كتير على الأرض ونحن مع الأسف منختار. وأيضا من الأصحاب اللي بيوقعوا، وهودي بنبعد عنهم، لأنه مربولوس دايما بذكركم فيها، العشرة الرديئة تفسد الأخلاق الصالحة، العشرة الرديئة
بدنا نهرب من الشر ومن الخطية اللي بيرتكبوا الشر وبنكون ساعين للخير. وإذا في حدا بعيد بنعمة الله نساعده تيجي، مش نحن نوقع ننجر مع القاطي ونوقع معه. مشان هيك السؤال، أنا هذا سؤال لكل واحد منا، سبب عسرة لغيري؟ سبب شك لغيري؟ أنا بجر غيري على خطية أو بجره على الرب؟ أو بقرب الخاطي للرب حتى يتوب ويتخلص روحه، تخلص نفسه مع ربنا؟ أنا وين؟ أنا بإيد الله؟ أنا بساعد إيد ربنا تيخلص الناس؟ أو بكون بإيد الشيطان ووقع خي الإنسان؟ ربنا بعد الأعمى عن الضيعة، مسكوا بإيده وطلعوا برات الضيعة. هيدي بيت صيدا، ربنا أنبى لأنه كان فيها ناس رفضوا المسيح وهزأوا بالمسيح وتمسخروا على المسيح وما أعمل الإعجوبة قدامهم أبدا، طلعوا برات الضيعة. وبآخر الإنجيل قال له اوعى ترجع على الضيعة، طلعوا براتها أبعدوا، حتى يقول لكل واحد منا ربنا هي صورة. والإنجيل إلنا حتى تشفى خي الإنسان من مرضك، حتى تشفى وتخلص من الخطية بدك تغير طريق حياتك. ما فيك تضل ماشي مثل ما أنت مفكر إنك تاخد الأرض والسماء، بدك تختار السماء مشي بطريق السماء. إذا أنت ماشي بطريق الأرض وبدك السماء تروك الأرض، غير طريقك. هذا ربنا عم بيعلمنا نبتعد عن الأماكن المطارح وعن الأشخاص اللي بيوقعونا وكل شيء بيذكرنا بالخطية، وحتى كل حدا بيذكرنا بالخطية بدنا نبعد عنه، بده يكون عنا الجرأة. وإذا بقرب ليسوع المسيح صدقوني بيكون عنا القوة والجرأة والنعمة إنه ناخد هالقرار، بس نقرب بكل قوتنا ونعطي قلبنا ليسوع المسيح. أحياناً كثيرة وقت اللي بنوقع بخطأ، وقت اللي بنعمل خطية معينة، شيء قوي، شيء عمل منه حلو بنعمله، أول شيء منبادر عليه حتى نخفف الشعور بالذنب عنا، حتى نخفف هالشعور بالذنب المالكنا من الخطية اللي عملناها أو من شيء بشع عملناه، تعرفوا شو بنعمل؟ أول شغلة بنعملها منبادر نعملها، منورط حدا تاني معنا بنفس الخطية حتى نخفف الشعور بالذنب اللي نحن واقعين فيه. وأمرار كثيرة بسرق وبشجع حدا يسرق، بزني وبشجع حدا يزني، تما أكون وحدي، تما أحس بوجع ضمير أنا إنه في غيري كمان عامل هيك. بس شو بيكون مصيري؟ خطيئتي أعظم، خطيئتي عظيمة، وقعت حالي وقعت غيري، أنا شو مصيري؟ أقولكم منكمل. ربنا يسوع تفل بعينين الأعمى، يعني حط من ريقه بعينين الأعمى وفرك له إياهم حتى يذكرنا بعملية الخلق، خلق الإنسان. سفر التكوين فصل 2 الآية 7 بيقول الكتاب المقدس: ثم جبل الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. هذا يسوع المسيح إله خالق، إله خالق، إنسان كامل وإله. هذا ربنا اللي إجى على الأرض بيخلق من جديد بالقول والفعل بالكلمة، تفل جبل تذكرنا أنه هو الكلمة اللي بتخلق، هو كلمة الله، هو الله، هو الله، هي إنسان إله قربوا منه. شوفوا كيف خلق ربنا الإنسان، ما في شيء مميز بالمواد اللي صنع منها الرب الإنسان، تراب ومي، عمل جبل التراب وعمل إنسان من تراب جبل. مشان هيك منه الجسد إلا شكل خارجي، بس شكل، ما في حياة جسمنا من ذاته، جسمنا مخلوق من تراب، ما بيعطي حياة من نفسه أبدا إلا وقت اللي ربنا بينفخ فينا نسمة الحياة، بينفخ فينا نسمة الحياة. وشوفوا وقت اللي هالنسمة الحياة اللي نفخها فينا ربنا ونحن بنقول عن حالنا عايشين، هالنسمة اللي عطانا إياها وهبنا إياها ربنا الخالق، وقت اللي بتترك هالجسد وبتعود الخلقة، الجسد بيرجع للتراب، بيتحلل وبيروح، بيرجع تراب. مشان هيك حياة الإنسان وقيمة الإنسان هي من روح الله،
مش منه، مش من ذاته. وهالشيء بيخلينا نحس بحاجتنا الدائمة للرب، لأنه نحن من دونه ما فينا نعمل شيء، من دون يسوع ما فينا نعمل شيء، وهو قالنا إياها. إلهنا قال من دوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، لا تقدروا أن تفعلوا شيئا أبدا، ما فيكن تعملوا شيء من دوني، من دون الله ما فينا نعمل شيء. وقال مين منكم بيقدر يغير شعره يعملها بيضة أو سودة؟ غير الصبغة طبعا، بس بطبيعتها مين بيقدر يخلي شعره تكون سودة أو بيضة؟ أو مين بيقدر يطول عمره نهار ساعة؟ مين؟ ما حدا. من دون إلهنا ما فينا نعمل شيء، من دون الرب ما فينا نعمل شيء أبدا. إنسان من دون الله ماشي غبرة، والغبرة يعني تراب، نحن من دون الله تراب. مشان هيك آمن يا إنسان، مشي مع ربك حتى تخلص روحك. لازم نخاف من أنه نوقع بالخطية حتى ما نخسر روحنا. لازم تروح على السماء مش على جهنم، مش على العذاب، مش على النار، لازم نخاف. بالأخير إخوتي، يا أيها الإنسان، يا إنسان اللي بتفتخر بإنجازاتك المهمة العظيمة وما بتلاقي وقت تعطيه لربك معطيك الحياة، وبقعد تفتش عن لذاتك بهالعالم وتفتش عن إنجازات أكتر بعيد عن الله وبتوقع بخطايا كتير، لازم تتذكر نهايتك. لازم قدامك على طول يكون في نهايتك يا إنسان، أنت وين رايح؟ لأنك من التراب وإلى التراب تعود. روحك على السماء، مشان هيك روحك وين بدك إياها تكون؟ بالسماء أو بجهنم؟ لازم نوعى أخوتي كلنا سوا ونساعد بعضنا حتى نوصل على السماء.